من حسن الظن في أخيك المسلم أن كلامه يوجه توجيها صحيحا. لا تظن الظنون السيئة بأخيك. ولذلك يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وما إن أخطأت فيه أثمت. سوء ظنك بأخيك لو أصبت ما أجرت، ولكن لو أخطأت أثمت. سوء ظنك بأخيك مهما أو كلما وجدت محملا يحمل فيه كلام أخيك احمله عليه. المحمل الطيب، المحمل الطيب. بعض الناس يا إخوة قد تكون له مشكلة مثلا مع زوجته أو مع ولده، فيأتي شخص هكذا قدر الله عز وجل أن يقول لك: كيف الأهل؟ إن شاء الله أموركم طيبة. فينقدح في ذهنها: لعلها أخبرت، لعل الولد كذا، لعل. فيبدأ الظنون، وهذه الظنون تأكله وتدمره، وقد يسيء الظن بأخيه فيتركه، وذاك لا يعلم شيئا، وإنما لعلها من أقدار الله أنه يأتي فيسألك، وهي لا شك أنها من أقدار الله، لكن الموافقة جاء يسأل لعله ليذكرك، لعل الله أرسله يذكرك إما بخطأ فعلته، فلعله يتكلم معك عن شيء عن الرفق، وهو لا يدري ماذا حدث في بيتك ولا يدري، فيقول: الحمد لله ديننا دين يأمر بالرفق والإحسان للأهل. فإذا بهذا ينتبه، يقول لعل، وتبدأ الظنون والشكوك، وهذا باب خطير ينبغي الإنسان أن يسده عن نفسه وأن لا يفتحه، بل يقول: لعله أراد كلاما، يعني من الكلام الذي فيه نصح وليس يعلم شيئا، وهكذا.